صناعة وتطوير ألعاب الفيديو عملية جدا صعبة، لأن عشان يتم تطوير لعبة واحدة قوية فتحتاج المئات من مطورين الألعاب، وتحتاج مئات الملايين من الدولارات، وتحتاج وقت كثير. عادة تطوير الألعاب ياخذ سنوات، بس أحيانا ما بتحتاج هالكلام كله، أحيانا بيتم تطوير الألعاب بشكل عشوائي. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب تم صناعتها بالخطأ أو بالصدفة، ورح تفاجئكم الألعاب المذكورة بهذا الفيديو، ألعاب كلكم لعبتوها تم صناعتها بالصدفة البحتة بدون لا تخطيط ولا أي شيء. فيلا خلنا نبدأ. قبل لا نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا لوزار 980، إن شاء الله ألف مبروك. والجيفوي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وقبل لا نبدأ في الفيديو خلني أحكي لكم عن أحد أقوى وأرخص كروت الشاشة الخاصة للألعاب من شركة إنفيديا، واللي هو كارت جيجا بايت RTX 4060 Ti. هذا الكرت رح يشغل لك أقوى الألعاب بأفضل أداء، وفوقها رح يقدم لك مزايا جدا رهيبة، نفس ميزة الـ DLSS3 اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي عشان تعطيك أعلى دقة مع أعلى فريمات، ونفس ميزة انفيديا ريفلكس اللي رح تخلي زمن استجابة في الألعاب جدا سريع، وميزة انفيديا برودكاست اللي راح تساعد صناع المحتوى بشكل جدا كبير. وعشان تستفيد من هذه المزايا كلها فتحتاج شاشة قوية، وما في احسن من شاشة اوروس FO48U. شاشة بتجي بعدة احجام من نوع OLED وبتدعم دقة 4K مع 120 هرتز، يعني راح تعطيك دقة خلابة. وشاشة ايضا بتدعم ال HDR والبلاك ايكولايزر ومزايا ثانية رهيبة. فإذا ودك تعرف معلومات اكثر عن الكرت وعن الشاشة شيك الرابط اللي موجود بالأسفل، ويلا خلينا نرجع على الفيديو. طيب خلنا نبدأ في المرتبة العاشرة من ألعاب صنعت عن طريق الخطأ مع لعبة Grand Theft Auto. إيه اللي سمعتوه صحيح، أحد أشهر الألعاب في التاريخ لعبة GTA تم صناعتها بالصدفة عن طريق خطأ تقني صار مع مطورين اللعبة وهم قاعدين يشتغلوا على لعبة ثانية ما لها علاقة في GTA، وكانت لعبة سباق سيارات اسمها Race and Chase أو بالعربي السباق والمطاردة، وكان مبدأ اللعبة سباق سيارات شوارع، وأثناء السباق لازم تنتبه من سيارات شرطة مخفية، إذا مشيت قدامهم بسرعة فرح يلحقوك يوقفوك وتخسر اللعبة. بس صار خطأ تقني في سيارات الشرطة خلاهم جدا عنيفين، الشرطة تلاحقك وتخبط فيك وتسكر عليك الطريق وحتى يحاولوا يقتلوك، وهذا صار عن طريق خطأ برمجي. المفروض كان انه الشرطة تمشي وراك واول ما تقرب عليك خلاص انت راح توقف بشكل تلقائي وراح تخسر المهمة. فمطورين اللعبة كان راح يصلحوا هذا الخطأ، بس انتبهوا انه لما الشرطة صارت عنيفة اللعبة صارت ممتعة اكثر بكثير من السابق، فخلوا هذا الخطأ. بعدين غيروا اللعبة بالكامل من لعبة سباق سيارات الى لعبة اجرام وعصابات، وخلوك تقدر تطلع من السيارة وتسرق اي سيارة في الشارع، يعني صار الهدف من اللعبة انك ترتكب جرائم، ومع اي جريمة راح تسويها الشرطة راح تلاحقك وتخبط فيك وتحاول تقتلك، نفس اللي صار في الخطأ التقني. وبعدها غيروا الاسم من Race and Chase الى GTA او حرامي السيارات ليكون متوافق اكثر مع طابع اللعبة الاجرامي الجديد. واللي شايفينه قدامكم هو الجزء الاول للعبة GTA اللي نزل على البلاي ستيشن 1، ومثل ما شايفين نظام اللعب نفس GTA اللي نعرفها الآن بس بمنظور 2D تشوف فيه الشخصية من فوق. في المرتبة التاسعة عنا سلسلة ألعاب جدا مشهورة صنعت أو طلعوا بفكرتها بالصدفة وبشكل عشوائي جدا، واللي هي لعبة Devil May Cry، لعبة قتال الشياطين. عشان نعرف من وين جت لعبة Devil May Cry فلازم نتكلم أولا عن لعبة Resident Evil 4 واللي تعتبر أحد أفضل ألعاب بالسلسلة. بس في بداية تطوير لعبة Resident Evil 4 كانت مختلفة كليا عن اللعبة النهائية. في البداية كان البطل اللي تلعب فيه اللعبة اسمه توني، وكان شخص عنده قوة خارقة، عنده سرعة كبيرة في الحركة، يقدر يقفز أماكن عالية، وعنده قوة بدنية كبيرة. وأثناء تطويرهم للعبة وبعد ما بنوا الأساسيات كلها لهذه الشخصية، مطور اللعبة ما عجب النتيجة،
وقال اللعبة صارت تختلف بشكل كبير عن ألعاب Resident Evil، لأن ألعاب السلسلة عادة تلعب فيها بشخص عادي ما عنده لا قوة خارقة ولا شيء. فقرر يلغي المشروع بالكامل ويبدأ من جديد على لعبة Resident Evil 4. بس الشركة المالكة لResident Evil اللي هي شركة Capcom قالوا حرام هذا الشغل كله اللي سويته يروح على الفاضي، فأخذوا المشروع يلي فيه شخصية خارقة وصنعوا منه لعبة قتال ومحاربة شياطين وسموا اللعبة Devil May Cry. يعني سلسلة ألعاب Devil May Cry الشهيرة صنعت أو بدأت من وراء مشروع فاشل للعبة Resident Evil 4. حتى شكل البطل اللي كان في لعبة Resident Evil الملغية يشبه بشكل كبير البطل في ألعاب Devil May Cry، وتعتبر حاليا من أشهر ألعاب القتال والأكشن وحققت أرباح بمئات الملايين من الدولارات. في المرتبة الثامنة أحد أشهر ألعاب الشوتر في العالم لعبة Counter Strike، واللي أظن معظمكم لعبها يوما ما في حياته. تم صناعتها بالصدفة من أشخاص عاديين لاعبين مو مطورين ألعاب ولا يشتغلوا في أي شركة. القصة بدأت عام 1998 لما نزلت لعبة Half-Life من شركة Valve. هذه اللعبة نجحت نجاح جدا كبير بسبب طور القصة الرهيب اللي فيها، بس كان فيها مشكلة واللي هو طور الأونلاين. طور الأونلاين في اللعبة ما كان جدا ممتع، تلعبه مرة مرتين ثلاثة وبعدين تطفش منه بسرعة. فكان في لاعبين كنديين مدمنين على اللعبة، الأول اسمه مينلي والثاني جيس كليف، قرروا انهم يصنعوا مود من لعبة هاف لايف لطور الأونلاين ويكون ممتع أكثر من اللعبة الأصلية. والمود اللي سووه كان فيه أسلحة حقيقية وجنود وشرطة وحرمية، على عكس لعبة هاف لايف اللي فيها أسلحة ليزر وأشياء غريبة، وسموا هذا المود كاونتر سترايك. وهذه أول لعبة كاونتر سترايك اللي معظمكم لعبها، هذه مود من فانز للعبة هاف لايف. في عام 2000 شركة فالف المطورة للعبة هاف لايف شافت النجاح الكبير لهذا المود، فقرروا انهم يوظفوا هالشخصين في الشركة وخلاهم يشتغلوا على لعبة كاونتر سترايك كاملة ما لها علاقة في هاف لايف، لعبة مستقلة. وفعلا سووا لعبة كاونتر سترايك جديدة مستقلة ونجحت نجاح باهر لدرجة انه اعداد لاعبينها اكثر من لعبة هاف لايف. وهذا الكلام عام 2000 من 24 سنة، والى يومنا الحالي لعبة كاونتر سترايك مستمرة وتعتبر من اقوى العاب الشوتر اللي موجودة حاليا. في المرتبة السابعة ما عنا لعبة تم صناعتها بالغلط او بالصدفة، لا، بل عنا نظام في الالعاب مطبق على جميع الالعاب في العالم، وتم اكتشاف هذا النظام بالصدفة، واللي هو نظام زيادة صعوبة الالعاب كل ما تقدمت في اللعبة اكثر. الان لما تلعب اي لعبة في البداية راح تكون سهلة وبسيطة، وبس تتقدم في اللعبة راح تصير اصعب واصعب. واظن معظمكم مفكر انه هذا الشيء منطقي من زمان موجود، لا، هذا الشيء ما كان موجود، بل تم اكتشافه وتطبيقه لاول مرة من مطور العاب اسمه تومي ناشيكادو. هو اول واحد طبق هذا النظام في العالم واكتشفه بالصدفة. تومي ناشيكادو كان شغال على لعبة اركيد اسمها Space Invaders، وكان هدفه انه اللعبة تكون جدا صعبة. في اللعبة تتحكم بسفينة فضائية ولازم تقاتل فضائيين رح يهجموا عليك، فحط عدد كبير من الفضائيين يهجموا عليك بنفس الوقت عشان تصير اللعبة صعبة. بس اجهزة الالعاب بهذاك الوقت كانت ضعيفة وما كانت تستحمل هذا الشيء، فكانت اللعبة كل مرة تعلق وما تشتغل. فاللي سواه هو انه كل ما تقتل فضائيين رح يصير بقية الفضائيين يطلقوا عليك اكثر، لانك بس تدمر فضائيين رح تخفف الضغط على الجهاز، فرح يكون في قوة كافية من الجهاز لباقي السفن انها تطلق عليك، فبالتالي اللعبة رح تصير اصعب. وبس توصل على النهاية لما يكون باقي فضائي او اثنين رح يتحركوا بشكل جدا سريع ويطلقوا عليك بسرعة، فاللعبة رح تصير جدا صعبة. وهذا فقط بسبب انك خففت الضغط على الجهاز، فصار في امكانية انهم يتحركوا اسرع ويصيروا اصعب. يعني ما كان مخطط لهذا الشيء يصير في اللعبة. وعلى وقتها باقي مطورين الالعاب عجبتهم الفكرة وطبقوها في العابهم، والى يومنا الحالي هذا النظام موجود، اللي هو كل ما تتقدم في لعبة تزيد صعوبة اكثر واكثر. في المرتبة السادسة عنا لعبة Player Unknown Battleground او PUBG، احد اشهر العاب الباتل رويال في العالم. تم صناعتها بالصدفة من شخص ما يفهم بصناعة الالعاب اصلا، واللي اسمه براندن جرين. براندن هو بروغرامر من ايرلندا، وكان مدمن على لعبة حرب واقعية اسمها ارما 2. وهذه اللعبة بتسمح لاي شخص انه يصنع مودات بداخلها ويغير في اللعبة. وبراندن كان شخص عاطل عن العمل وفاضي ما وراه شيء، فمن الطفش سوى مود بلعبة ارما، والمود كان عبارة عن جزيرة ينزل فيها 100 شخص يقتلوا في بعض واخر واحد عايش هو الفائز. وهذه حرفيا اول لعبة باتل رويال في التاريخ. والمود نجح نجاح كبير على وقته،
وصار عدد كبير من اللاعبين يلعبها ولفت أنظار شركة ألعاب كورية اسمها كرافتون. فتواصلت الشركة مع براندن وقالوا له إيش رأيك تجي تشتغل معنا ونسوي لعبة مستقلة من هذا المود يلي أنت صنعته. وفعلا وافق براندن وسافر إلى كوريا واشتغل مع الشركة وطلعوا في لعبة ببجي في عام 2017 واللي هي مبنية على نفس فكرة الطور اللي سواه في لعبة أرما. والآن لعبة ببجي تعتبر من أضخم الألعاب في التاريخ وصار فيها عدة ألعاب باتل رويال نفس فورتنايت كول أوف ديوتي. وبراندون صار ملياردير من وراء هذه اللعبة، صار ثروته فوق $5 مليار. ففكرة لعبة ببجي صنعت عن طريق الصدفة من شخص كان طفشان. في المرتبة الخامسة أحد أشهر ألعاب القتال في التاريخ لعبة سوبر سماش بروز صنعت أو طلعوا بفكرتها الأساسية عن طريق صدفة بحتة. لعبة سوبر سماش بروز هي لعبة فايتينج قتال بيكون فيها أربع شخصيات بينزلوا ضرب في بعض، واللي يميز اللعبة أسلوب القتال ممتع اللي فيها والشخصيات اللي راح تلعب فيها اللي هي شخصيات ألعاب نينتندو نفس سوبر ماريو بيكاتشو من بوكيمون زيلدا وغيرهم كثير. وهذا اللي حبب الناس في اللعبة وخلاها جدا ناجح. والشيء المجنون انه هذه الفكرة ما كان مخطط لها من البداية، لا اجت عن طريق الصدفة. مطور اللعبة اللي اسمه ماشيرو ساكارو كان شغال على اللعبة عام 1998 وكان حاط شخصيات عشوائية تلعب فيهم ما لهم شكل ولا اسم، كان فقط تختار اي شيء عشان تقاتل فيه، وكان اسم اللعبة دراغون كينج او ملك التنين. المهم مطور اللعبة راح يورجيها لاحد اصحابه اللي يشتغل معاه في شركة نينتندو اللي اسمه ساتيرو ايتاوا واللي بعدين صار مدير نينتندو بس على وقتها كان فقط موظف. وساتيرو قال له انه اللعبة حلوة بس الشخصيات جدا مملة وما تتحمس معاها، وعطاه فكرة انه ايش رأيك تحط شخصيات نينتندو هي اللي تقاتل فيها. ومطور اللعبة حب هذه الفكرة بس خاف ادارة نينتندو ترفض الموضوع، فقرر انه يضيف شخصيات نينتندو بالسر بدون لا يخبر الادارة وبعدين يفاجئهم باللعبة وياخذ رأيهم. وفعلا سوى كذا، ولما ورجى اللعبة للادارة اتفاجئوا وحبوها بشكل جدا كبير فوافقوا على الفكرة وغيروا اسم اللعبة إلى سوبر سماش وصارت أحد أنجح ألعاب القتال في التاريخ. في المرتبة الرابعة عنا أيضا لعبة قتال جدا مشهورة وأيضا صنعت اللعبة بالصدفة واللي هي لعبة تيكن. أي واحد قاعد يشوف الفيديو الآن عمره فوق 18-20 سنة متأكد أنك لعبت لعبة تيكن وأنت صغير على البلاي ستيشن 1 أو البلاي ستيشن 2. لعبة قتال جدا مشهورة ولها جمهور جدا كبير، بس اللي ما تعرفوه عن هذه اللعبة إن ما كان من المفترض أنها تكون لعبة أصلا. بين عام 1993 إلى 1995 معظم شركات الألعاب بدأوا يحولوا ألعابهم إلى نظام رؤية ثلاثي الأبعاد أو 3D، لأن قبل كذا معظم الألعاب كانت 2D نفس لعبة سوبر ماريو بروز مثلا. فأحد شركات الألعاب اسمها بانداي نامكو بدأت تصمم شخصيات ثلاثية الأبعاد فقط للاختبار والتجربة عشان يتعلموا يصنعوا شخصيات ثلاثية الأبعاد أكثر. وهذه الشخصيات اللي شايفينها قدامكم. وبالصدفة بنفس هذاك الوقت إجا مطور ألعاب كان بيشتغل مع شركة سيجا قدم إنه يشتغل مع شركة بانداي نامكو، وكان عنده خبرة في ألعاب القتال لأنه اشتغل على لعبة اسمها Virtual Fighter اللي هي لعبة قتال لشركة سيجا. فشركة باندي نامكو قبلوه وقالوا له شو رأيك تسوي لعبة قتال من هذه الشخصيات اللي صممناها للتجربة. وفعلا اشتغل على الشخصيات وسوى لعبة قتال واللي هي لعبة تيكن، واللعبة نجحت نجاح باهر وباعت بالملايين ومستمرة إلى يومنا الحالي بعد 25 سنة من إطلاقها. فشخصيات لعبة تيكن مشهورة ما كان المفروض يكونوا بأي لعبة، كانوا فقط للاختبار والتجربة. في المرتبة الثالثة أحد أقوى وأشهر ألعاب الجاسوسية والتخفي في العالم تم صناعتها بالصدفة، أو عشان نكون دقيقين أكثر نظام اللعبة اللي كان سبب شهرتها الكبيرة اللي هو نظام التخفي والجاسوسية هو اللي طلع بالصدفة. عام 1987 مطور الألعاب الياباني هيديو كوجيما كان شغال على أول جزء للعبة ميتل جير، وكان قاعد يطور اللعبة لجهاز MSX2، وكانت فكرة اللعبة اللي في باله هي لعبة حرب وأكشن وجندي بيخترق قاعدة عسكرية وبيقاتل عدة جنود. كان وده لعبته تكون شبيهة بأفلام الأكشن المشهورة بهذاك الوقت نفس فيلم رينبو، بس جهاز الألعاب MSX2 وأجهزة الألعاب بشكل عام بهذاك الوقت كانت ضعيفة، ما كان فيها القوة الكافية عشان تعطي كل الأكشن والنيران في الألعاب. هيديو كوجيما حاول يلاقي حل هالموضوع بس ما لقى، كل ما يزيد الأكشن اللعبة كانت تتعلق والجهاز ما يتحمل.
الأجمل. في الأخير وصل لحل واللي هو غير نظام اللعب في الكامل وخلى نظام اللعبة جاسوسية وتخفي، لأن مع نظام اللعب هذا ما في أكشن وقتالات كثير، وبالتالي جهاز الألعاب رح يتحمل وما رح يعلق. فهذا كان السبب اللي خلاه يحول نظام اللعبة في الكامل، والآن ألعاب مثل جير تعتبر من أنجح ألعاب التخفي والجاسوسية في العالم. وشيء مجنون لو تفكر إنه لو على وقتها كان جهاز الألعاب قوي كان اللعبة رح تكون مختلفة بالكامل في يومنا الحالي. في المرتبة الثانية عنا لعبة أو طور في داخل لعبة هو السبب في بدايتي على اليوتيوب، وقضيت 10 سنوات ما أسوي فيديوهات إلا عنه، واللي هو طور الزومبيز في لعبة Call of Duty. طور الزومبيز في هذه اللعبة جدا ضخم لدرجة أن عدد كبير من الناس ما بيشتري Call of Duty إلا عشان الزومبي. والشيء المجنون أنه تم صناعة هذا الطور بالصدفة وما كانوا مخططين له من الشركة أبدا. القصة بتبدأ عام 2008، كان في شركتين شغالين على لعبة Call of Duty. الشركة الأولى Infinity Ward اللي تنزل ألعاب Modern Warfare، وكان وقتها منزلين لعبتهم Modern Warfare 1 واللي نجحت نجاح جدا كبير، والشركة الثانية Treyarch اللي معروفة في ألعاب Black Ops. فTreyarch صار عليهم ضغط كبير إنه لازم يسوي جزء Call of Duty ناجح نفس Modern Warfare. فبعض الموظفين في الشركة قالوا ودنا نتميز عن لعبة Modern Warfare، ودنا نسوي شيء جديد، فقعدوا يفكروا في أفكار جديدة، وآخر شيء طلعوا بفكرة الزومبيز. فقرروا إنهم يشتغلوا على طور زومبي بسيط بس بدون لا يخبروا مديرهم ولا الإدارة، لأن لو قالوا لهم كان 100% رح يرفضوا المشروع. فهالمجموعة من الموظفين قعدوا سنة كاملة يشتغلوا على طور الزومبي في اللعبة بالخفاء بالسر، وبعد انتهاءها قالوا لإدارة الشركة وقالوا لهم سوينا طور فرعي زومبي. في البداية عصبوا، بس لما لعبوه وجربوا الطور جدا حبوا الفكرة وحبوا الطور، وقرروا يضيفوه على اللعبة بس بشكل مخفي. أول جزء Call of Duty نزل فيه زومبي World at War، ما رح يطلع لك طور الزومبي إلا بعد ما تختم القصة وتلعب 6 ساعات فيها. ولا سووا أي إعلان للزومبي ولا حطوه على غلاف اللعبة أصلا، لأنهم كانوا خايفين لو الناس عرفوا اللعبة فيها زومبي ما رح يشتروها، لأن الناس متعودين Call of Duty حرب واقعية. واللي صار بعد كذا إن اللاعبين جدا حبوا طور الزومبي، والطور لوحده صار من أضخم ألعاب الزومبيز في التاريخ. بالمرتبة الأولى ما عنا فقط لعبة نشأت عن طريق الصدفة أو الخطأ، لا، بل عنا فئة ألعاب جدا ضخمة ونشأت بالكامل من الصدفة، واللي هي ألعاب الموبا. ومتأكد معظمكم لعب أو سمع في لعبة موبا لأنها جدا مشهورة، نفس League of Legends، Dota 2، Brawl Stars، Mobile Legend وألعاب ثانية كثير. القصة بدأت مع نزول لعبة World of Warcraft 3 عام 2002. World of Warcraft لعبة جدا مشهورة بس ما تعتبر لعبة موبا. المهم بعد سنة من نزول اللعبة مطورينها سمحوا للاعبين بأنهم يصنعوا مدات في داخل لعبتهم. ففي لاعبين كانوا طفشانين، الاول اسمه ايول والثاني يوسف اسماعيل بس ما عندنا صورته. فقرروا هاللاعبين انهم يصنعوا مود جديد تنافسي في داخل اللعبه. المود راح يكون فيه فريقين، كل فريق من 5 لاعبين، والهدف ان كل فريق يدمر قاعده الفريق الثاني او يقتله. وهذه اول لعبه موبا في التاريخ، اول لعبه بهذه الفكره في مجال الالعاب، وسماها دوتا. نجح هذا المود بشكل جدا كبير، والناس صاروا يلعبوا لعبه وور اوف ووركرافت عشان هذا المود فقط. وفي شركة ألعاب اسمها رايوت جيم انتبهت لنجاح هذا الطور وقررت تسوي لعبة كاملة مبنية على هذا الطور، واللي هي لعبة ليج اوف ليجندز. نزلت عام 2009 وحققت نجاح باهر، أعداد لاعبينها تجاوز 180 مليون. وفكرة اللعبة نسخ لصق من المود اللي سواه ايول ويوسف. وبعد كذا شركة ألعاب فالف اللي تكلمنا عنها قبل في الفيديو انتبهت لهذا النجاح الباهر، فراحت وكلمت ايول ويوسف وقالوا لهم تعالوا اشتغلوا معنا في الشركة وسووا لعبة مستقلة. وفعلا وافقوا واشتغلوا معهم وعملوا لعبة دوتا 2. المود حقهم في World of Warcraft كان اسمه دوتا، فهذا الجزء الثاني يعني. وأيضا اللعبة حققت نجاح باهر وجابت فوق 86 مليون لاعب. ومن بعد نجاح اللعبتين شفنا مئات الألعاب اللي على نفس الأساس، وفكرة كل هذه الألعاب طلعت من وراء شخصين كانوا طفشانين. وبكذا يا شباب ممكن وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم أتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك، ولا تنسوا تشاركوا في الجيفاوي، شروط جدا سهلة. وبس، كان معكم بالشركة يال أو بالشركة كي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.